منذ أن تم القطع قطع الطريق في منطقة تل أعفر 60 كيلومتر خارج مدينة الموصل، قطعت كل طرق الإمداد على داعش. الآن داعش محاصر داخل المدينة، ليس له أي منفذ للخروج، ليس فقط للإمداد، حتى على مستوى أشخاص. المناطق التي بقت هي مناطق ستكون فيها المقاومة نوعا ما صعبة بسبب طبيعة هذه المنطقة وليس بسبب داعش. داعش الآن يستغل منطقة الموصل القديمة والآن التي هي مطوقة على شكل مربع ناقص ضلع، بالإضافة إلى احتمائه المدنيين الأطفال والنساء، وهذا هو ما يؤخر المعركة. لو كانت المعركة بطريقة عسكرية أو حتى بشكل حرب العصابات، أنا كان أعتقد أن القوات العراقية قامت بتحرير الموصل، لكن التأخير والتأني في التقدم باتجاه هذه المناطق كله في سبيل الحفاظ على المدنيين، وعلى عكس ما يقوم به داعش الآن. داعش يقوم بإعدام المدنيين وبشكل شرس جداً.